حبايبي اهلا وسهلا بكم في قناتي واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه والنهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض فيديو لخطوات عمل جيبه الجيبه دي تنفع للكبار تنفع للصغيرين الجيبه دي تنفع شتوي لو استخدمت لها خيط فيه نسبه صوف عاليه وتنفع صيفي لو انا استخدمت الخيوط القطنيه او الخيوط الحرير انا عن نفسي بستخدم خيوط اليزا او هيمالايا ابعدي عن الخيوط الموبره او الخيوط اللي لو اتغسلت توبر عشان تعبك ما يروحش على الفاضي لانه في الاستعمال الكتير الوبره بتطلع في الغسيل الوبره بتطلع بيبقى شكل المنتج مش حلو خالص فابعدي خالص عن شيرة الخيوط اللي هي بتوبر انا استخدمت في الجيبة لانه مثلا هتبقى للصغيرين فممكن نستخدم لها ورود مناسبة لنفس اللون وفيونكا نحطها فوق كده الورود والفيونكا احنا عملناهم قبل كده في القناة حاجة بسيطة جدا جدا بتزوقي بيها ويبقى كله هاند ميد يعني ما بشتريش ورود مخصوص عشان احطها اتمنى يا رب تعجبكم واتمنى يا رب تنفذوها معايا خطوه بخطوه وتنال اعجابكم آه الجيبه آه في في ايديك ان انت تنزليها بنفس الوسع ده وممكن ان انت آه ما تعمليهاش بنفس الوسع تضايقيها وده بيعتمد على عدد الغرز العمود اللي بتتعمل في النص هنا ما بين الورده والورده او ما بين الغرز الوحدات دي آه اما انك تزودي بنفس الطريقه اللي انا هشرحها لك او تقللي زياده او ممكن تزوديها بحيث انها تنزل واسعه جدا آه انا شايفه ان الوسع ده مناسب ليها قوي قوي أه حبايبي بتمنى لكم مشاهده ممتعه ويلا بينا بسرعه نروح نشوف الفيديو. حبايبي كمان حابه اقول لكم ان انا عامله نموذج للتوضيح وللشرح أه مش نموذج لسن معين لكن ان دام بعمل نموذج للشرح يبقى ده ممكن ينطبق على كل الاعمار وكل الاوزان بس حضرتك كل اللي بتعمليه بتاخدي دوران الوسط الحتة دي من هنا لهنا ده نص دوران الوسط لكن داير ما يدور ده دوران الوسط كمان بتاخدي دوران أكبر حجم اللي هو دوران الجناب يعني ما تبقاش من عند الجنب من هنا اللي هي من ناحية الأرداف تبقى ماسكه قوي لا بنحاول ناخد بالظبط الجزء ده اللي هو اللي هنا يبقى على مقاس او اوسع شويه من دوران الاجناب او اكبر حجم هنبتدي اول حاجة القمر بتاع الجيبة والقمر هنعمل سلسلة في الاول على قد عرض القمر اللي احنا عايزينه انا عادة بعمله ما بين 3 و 4 سنتي لو حابة حضرتك تزودي عن كده تزودي لو حابة تقللي برضو تقللي لو حابة تعملي الجيبة اصلا واسعة لو كنت هتعملي جيبة بموديل تاني يعني واسعة بتعمليه عريض وتتنيه وتدككيه بقستك بيبقى حلو لو كان للبنوته بالذات طيب احنا دلوقتي هنبتدي نعمل سلسله بعرض الجيبه اللي احنا عايز، القمر اللي احنا عايزينه اول غرزه هتبقى غرزه البدايه ودي عقده مش بحسبها وبعدين هبتدي اعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر خمستاشر يعني أنا شايفة إن العرض ده بالنسبة لعرض القمر يبقى حلو جدا ممكن نقيسه كمان مع بعض طبعا أنا بعمل بمجرد النظر كده بس حضرتك لو حابة تقيسي هو عاملاه خمسة سنتي ممكن أربعة ممكن خمسة ممكن تلاتة يعني في الحدود دي أنا كده عملته خمسة سنتي بخمستاشر غرزة لأن أنا لما أشتغل عليه هيضم شوية فيجيب لي الأربعة طيب هنبتدي أول حاجة هنسيب الغرزة الأولانية وندخل في الغرزة رقم اتنين يعني بصي بسيب الغرزة اللي تحت الإبرة على طول والغرزة رقم اتنين هدخل فيها والف لفة على الإبرة وأسحب الغرزة وبعدين أعمل غرزة حشو الغرزه اللي بعدها غرزه حشو بدخل الابره في الغرزه في الفتله الاولانيه اللي فوق واسحب الخيط هيبقى غرزتين على الابره وابتدي اعمل اسحب الاتنين مع بعض بغرزه حشو بعد ما بلف لفه على الابره كده وبلف لفه وبسحب كده دي غرزه حشو غرزه حشو بسيطه جدا جدا انا دخلت في الفتله العلويه او الفتله اللي ورا مش اللي قدامي يعني بصوا الغرزه اهي بدخل في فتله واحده هي الفتله اللي ورا دي وهكمل السطر كله بنفس الطريقه دي وما انساش لو انا بغلط في في الغرز بالطريقه دي اعد انا سبت غرزه ومفروض الغرزة الاولانية محسوبة عندي بغرزة انا مفروض العدد كله بالغرزة اللي انا سبتها الاولانية اللي هي كانها رفعت سلسلة يبقى عندي خمستاشر غرزة اخر غرزة اللي هي قبل عقدة البداية بدخل وبعمل غرزة حشو وبعدين برتفع غرزة سلسلة وألف الشغل الغرزة الاولانية خلاص انا اشتغلتها غرزة سلسلة هنيجي للغرزة التانية هعدل الشغل بالنسبه لي عشان سلسله السطر تبقى باينه في هنا فتلتين انا هشتغل في الفتله اللي ورا دايما هشتغل في الفتله اللي ورا وهشتغل برضو غرزه حشو السلسله الاولانيه انا حسبتها معايا غرزه الفتله اللي ورا بشتغل غرزه حشو ننساش في الفتله بصوا في فتلتين اهو انا باخد الفتله اللي ورا هكمل السطر كله بشتغل في الفتله اللي ورا من الغرزه شوفوا الفتلتين اهم بشتغل في الفتله اللي ورا وصلت لاخر السطر منساش السلسلة اللي أنا ارتفعت فيها اهي بشتغلها بشتغلها غرزة عادية خالص غرزة حشو برتفع سلسلة والسلسلة الأولانية أنا اعتبرتها أول غرزة بروح للغرزة اللي بعدها واشتغل غرزة حشو وبرضو الغرزة اللي بعدها ما بسيبش غرزة والعدد بحافظ عليه عشان ما يبقاش الجناب مش مظبوطة أجناب الشغل تبقاش حتة طالعة وحتة داخلة لجوه دي بتشبه كتير البليسيه بتاع التريكو وبتدي منظر حلو للقمر او لحتى قمر بلوزه او كده بيبقى حلو كاني بشتغل تريكو وبتبقى محبوكة ومعمولة كأنها غرزة البليسي هكمل بقى كده هوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي بصوا الشكل هيبقى عامل ازاي الجزء اللي بارز في النص ده هو اللي بيديني البليسي لان انا القمر هيبقى بالنسبة لي بالطول كده هيبقى القمر كده وانا هطول في الاتجاه ده كده هكمل بقى لغايه ما احصل على الطول المناسب طب ايه هو الطول الطول بيساوي دوران الوسط للشخص اللي انا او البنت او للست اللي انا بعمل لها الجيبه يعني هفضل اشتغل لغايه ما احصل على دوران الوسط بالظبط ده شكل القمر بعد ما خلص وحضرتك بتقيسي الطول من البدايه للنهايه يديني دوران الوسط كله هنقيسه ازاي هنقيسه طبعا حضرتك عارفه ان انا بعمل نموذج فبقيس كده بالطريقة دي ويطلع مثلا خمسين ستين تمانين حسب دوران الوسط للبنوتة اللي حضرتك بتعمليهولها او لحضرتك نفسك ده بالنسبة لطول القمر وزي ما قلنا ده بيبقى بالنسبة لعرض القمر عرض القمر بالظبط بقى اربعة سنتي زي ما قلت لكم انه هو بعد ما بشتغل بيضم شوية والغرزة زي ما حضراتكم شايفين الغرزة عاملة زي البليسيه شكلها اهو غرزة البليسيه شكلها باين قوي طيب هنبتدي دلوقتي نعمل ايه برضو عشان ما بقاش بعمل نموذج واحد وهو اللي حضرتك تلتزمي بيه في حاجة من اتنين اما انه يبقى القمر على قد الوسط بالظبط وممكن يتلبس على طول من غير زراير ولا عراوي ولا سوسته ولا اي حاجه فبنيجي نحط الاتنين على بعض كده ونبتدي نعملهم زي ما انا هعمل دلوقتي ويبقى ده الجزء ده اللي هو نص طول القمر واما اذا كنت حضرتك عايزاه بعراوي وزراير فبنبتدي نكتر الطول من هنا شويه نفترض ان انا طولته الحته دي وبعدين بنيجي نشبك بعد كده من تحت داير ما يدور ويبقى هنشبكها من الحرف هنا ويبقى الجزء ده اللي هعمل فيه الزرار والعروة اللي هو هيبقى بالشكل ده كده بفتح وبقفل كده بزراير وعراوي لكن انا المرة دي مش هعمل زراير ولا عراوي انا هعمله بحيث ان هو يتلبس على طول من القمر وبرضو في حاجة تانية انا ممكن اسيبه لو كان واسع بسيبه وبعمل سطر في فتحات على اساس ان انا ادككه بشريط او ان انا اعرض القمر ده شوية وابتدي اتنيه كده واقفله من الحرف ده كده بعد ما بقفله من هنا يعني بقفل الاتنين دول مع بعض وابتدي اقفل كده بحيث ان انا اسيب فتحة ادكك فيها استك معايا الافكار كتيره قوي قوي انا بحب اقول لحضرتك اكتر من فكره مش بلتزم بالنموذج بس اللي انا بقوله النموذج انا هعمله لكن الفكره بزود عليها على اساس ان ممكن حضرتك تحبي اكتر من فكره وتحبي تعملي غير اللي انا بعمله دلوقتي احنا هنقفل مع بعض بقى الطرفين دول وهنشوف هنقفلهم ازاي طبعا أنا محافظة على عدد الغرز طول ما أنا ماشية خمستاشر غرزة، عشان كده هتلاقي إنه من هنا مظبوط ومن الحرف ده كمان مظبوط، أنا هنا خلاص خلصت آخر غرزة ببتدي أرتفع غرزة سلسلة وآجي على الطرف التاني. وادخل في اول غرزه واسحب الخيط واعمل غرزه منزلقه ممكن تقفليها بالابره والفتله عادي بابره الخياطه لكن انا حابه اقفلها بالطريقه دي بدخل هنا في الغرزه الثانيه وبدخل هنا في الغرزه التانية وأسحب الخيط وأعمل منزلقة، الغرزة اللي بعدها رقم تلاتة بدخل هنا في الغرزة رقم تلاتة وأسحب الخيط وأعمل منزلقة، الغرزة رقم أربعة وأدخل الناحية التانية في الغرزة رقم أربعة وأسحب الخيط وأعمل منزلقة وهكذا. هشتغل الحرف كله يبقى ده بالنسبه لي ظهر الشغل ومن جوه من هنا هيبقى الوش بتاع الشغل وهكمل لغايه ما اخلص الحرف كله قفلت كده القمر بالطريقه دي وده الوش بتاعه مش باين خالص اني مخيطاه هبتدي بقى اقلبه عشان هشتغل على الوش بالطريقة دي، وإما بتخلي الخياطة دي أو المكان بتاع الاتصال ده في النص أو على الجنب مش هتفرق لأنه زي ما حضرتك شايفة هو مش باين خالص، هبتدي السطر الأول بعد القمر هعمله كله السطر الأولاني غرز حشو فأنا هبتدي غرزة حشو في الأول وفي نفس المكان أنا هعمل غرزة حشو. انا بشتغل في الجزء العالي ده هعتبره غرزة وفي الجزء المنخفض ده هعتبره غرزة لان انا كنت بشتغل سطر على ناحية وسطر على ناحية فالسطر بالنسبة لي كده بالطول هيبقى كأنه غرزة فهاجي على الغرزة العالية دي وادخل فيها واعمل غرزة حشو الغرزة اللي جنبها اللي هي السقطة دي اللي هي الجزء اللي من تحت ده هعمله غرزة حشو الجزء العالي اللي جنبها غرزه حشو وهكذا واحده من الجزء الغاطس اللي هو اللي مش باين ده اللي جوه ده وواحده على الخط اللي هو ده وهعمله كله غرز حشو انا باخد فتله الشغل معايا البدايه دي عشان اثبتها وانظفها بصوا بدخل فين هنا في الحته دي بدخل تحت كده الجزء العالي بدخل فيه برضو كده هي باينه قدامي اهي مش محتاجه مني مجهود واشتغل السطر كله بغرزه حشو كده عشان ابني عليه الغرزه الجديده بتاعة الجيب خلصت كده سطر الحشو وفي أول غرزة سلسلة أنا عملتها هعمل غرزة منزلقة عشان أبقى قفلت السطر طيب في النموذج اللي أنا عاملاه ده المفروض إن أنا يكون عندي عشان أعمل الغرزة الجديدة لأن السطر ده هو اللي هبني عليه الغرزة بتاعت الجيبة كلها مفروض يبقى عندي عدد الغرز اللي هنا يقبل القسمة على 11 أو مضاعفات العدد 11 يبقى العدد كله مضاعفات العدد 11 يعني أنا بعد ما بخلص بظبط العدد بحيث يبقى عندي العدد اللي موجود لو قسمته على 11 يطلع عدد صحيح طيب أنا بعد ما خلصت طبعا ده نموذج صغير بنعمل زيه للكبار لكن أنا بوري بس لحضرتك النموذج يتعمل إزاي هنبتدي يعني مع بعض بقى الغرزة احنا قلنا الغرزة هتبقى مضاعفات العدد 11 هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أول حاجة هعمل تلاتة سلسلة يمثلوا أول عمود، يبقى التلاتة سلسلة دول يمثلوا أول عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل في كل غرزة، الغرزة اللي بعدها هعمل عمود يبقى ده تاني عمود، الغرزة اللي بعدها تالت عمود. رابع عمود يبقى عملت كام عمود عملت أربع عمود في أربع غرز يبقى كل عمود في غرزة معملتهمش في غرزة واحدة أربعة عمود وبعدين اثنين سلسلة هعد واحد اثنين ثلاثة أربعة في الغرزة رقم خمسة هدخل وهعمل عمود وفي نفس الغرزة العمود الثاني وفي نفس الغرزة العمود رقم ثلاثة العمود رقم أربعة العمود رقم خمسة يبقى أول أربع غرز عملت فيهم أربعة عمود وبعدين اثنين سلسلة وسبت أربعة غرزة من تحت وعملت في الغرزة الخامسة عبارة عن خمسة عمود ومن غير سلاسل ولا حاجة هعد غرزة والثانية وفي الثالثة هبتدي أعمل أربعة عمود زي البداية العمود الاولاني في اول غرزه العمود التاني في تاني غرزه العمود الثالث في تالت غرزه العمود الرابع في رابع غرزه يبقى اول وانا داخله السطر كده وانا ماشيه ابتديت بسلسلتين وسبت من تحت اربعه سلسله واشتغلت في, الخم... في الخمسه اربعه غرزه واشتغلت في الخمسه عملت في الغرزة الخامسة دي خمسة عمود ومن غير سلاسل ولا حاجة اتنقلت للجزء اللي بعده بس سبت اتنين غرزة من تحت وابتديت في التالتة واشتغلت اربعة غرزة عمود كل غرزة فيها عمود الجزء ده من اول هنا لغاية هنا الجزء ده كده هايده تاني هكرره تاني يعني هعمل اتنين سلسلة وبعدين اعد واحد اثنين ثلاثه اربعه وفي الغرزه رقم خمسه هبتدي اعمل خمسة عمود واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وبعدين من غير سلاسل هسيب غرزه الثانيه وفي الغرزه الثالثه هبتدي اعمل واحد عمود الاولاني الثاني الثالث الرابع وده اللي انا هكرره على طول الجزء ده بيتكرر اللي هو اتنين سلسله واسيب اربع غرز وفي الخمسه اشتغل خمس اعمده وبعدين من غير ما اسيب اعمل اي سلسله هسيب غرزتين من تحت واعمل اربعه عمود فوق كل غرزه عمود، الجزء ده هو اللي بيتكرر الجزء ده هو اللي بيتكرر هكرره في السطر كله ونشوف لما نرجع هنعمل ايه، كده خلصت السطر بالطريقه دي زي ما قلنا الجزء ده بيتعاد اللي هو الجزء ده فانا كده خلصته وجيت على اخر جزء طبعا ظبطت الارقام وانا ماشيه زي ما قلت لحضراتكم ظبطت الارقام على اساس تبقى تديني العدد يقبل الاسم على 11 طيب هنا فاضل غرزتين اهم ومفروض ان انا باجي على السلسله رقم 3 اللي انا باديه بيها اول السطر واعمل غرزه منزلقه ويبقى ماشيه بالظبط كده بنفس الترتيب اهو كله مظبوط وزي الفل اه طب السطر الجديد الغرزة دي بتتكون من سطرين عملنا سطر منها السطر التاني فوق الأربعة عمود هعمل أربعة عمود فهبتدي أول عمود عبارة عن ثلاثة سلسلة يبقى ده أول عمود فوق العمود رقم اتنين هعمل عمود يبقى ده التاني اللي جنبه التالت اللي جنبه الرابع بصوا بقى هنا كان فيه اتنين سلسلة وبعدين خمسة عمود في غرزة واحدة، أنا هنا مش هعمل في دي اتنين سلسلة، أنا هاجي على أول عمود مش هشتغل في الفراغ، أنا هاجي على أول عمود وأعمل خمسة عمود في غرزة واحدة؛ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. يبقى لما عديت الحتة القريبة من هنا لهنا ما عملتش هنا سلسلة طب انا عايزة اعدي كل الجزء ده واجي الاول عمود هنا المسافة كبيرة فهعمل اتنين سلسلة عرفتوا بعمل الاتنين سلسلة فين وهاجي هنا وهعمل خمسة هعمل اربعة عمود فوق الاربعة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة بص تاني عملت ايه؟ فوق الأربعة عمود عملت أربعة عمود، المنطقة دي قريبة اللي هي الفراغ ده عايزة أعديه على طول، فهاخد من هنا لهنا لأول عمود من غير سلاسل وأعمل الخمسة عمود، عايزة أنقل كل المنطقة دي وأروح للأربعة عمود يبقى لازم أعمل حاجة في السكة كده عملت اتنين سلسلة، نيجي هنا أنا عايزة أدخل هنا في الفراغ دايما في الفراغ الاتنين سلسلة اللي هو الغرزة اللي جنبه على طول أول عمود وهعمل فيها خمسة عمود، واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة طيب عايزة أسيب كل المنطقة دي وأجي على أول عمود هنا أشتغل أول عمود يبقى لازم أعمل اتنين سلسلة تالي اتضحت الفكرة ده تاني سطر في الغرزة أعمل عمود اتنين ثلاثة أربعة وهكذا بقى هكمل بالطريقة دي لغاية آخر السطر إذا الخمس غرز شايفينهم راحوا فين بقوا إيه عكس دي يعني دي هنا التانية هنا وكل سطر هتبقى كده بس خلينا الأول في السطرين دول ونشوف هنكمل إزاي وصلت كده لآخر السطر وفي الحتة دي عشان الحتة دي المنطقة دي بعيدة فبعمل اتنين سلسلة منساش، وآجي لثالث سلسلة واحد اتنين تلاتة، وبعمل منزلقة وأبقى خلصت السطر التاني اللي هو تاني سطر في الغرزة، احنا قلنا الغرزة بتتكون من سطرين اتنين، ويبقى الشكل بالطريقة دي. طب انا لو استمريت في الشغل بنفس المعدل ده الجيبه هتطلع كلها صق يعني ما فيهاش وسع انا عايزه اوسع هعمل ايه بقى في التوسيع بوسع كل اول الغرزه الجديده يعني أنا عارفه الغرزه فيها سطرين كل ما ابتدي السطر الاولاني من الغرزه ابتدي ازود يبقى السطر الاولاني هزود السطر الثاني مش هزود طب هزود فين ايه المكان اللي ممكن ازود فيه هزود في الاربعه عمود الأربعة عمود يبقوا خمسة بعد ما أخلص السطرين الخمسة يبقوا ستة الستة بعد سطرين يبقوا سبعة وهكذا يبقى الزيادة بتتم في الإيه في العدد ده اللي هو في غرز العمود طب أزود إزاي هبتدي معاكم كده أول زيادة ونشوف طبعا أنا هنا دول أربعة عمود فعايزة أعمل أربعة عمود يبقى واحد اتنين تلاتة دول البداية زي ما تعودنا نيجي في الغرزة اللي بعدها هعمل عمود، الغرزة رقم تلاتة هعمل عمود، الغرزة رقم أربعة هعمل اتنين عمود، واحد اتنين، يبقى انا زودت خليت الأربعة بقوم خمسة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى بزود عمود فوق الأربعة دول، طيب هنا في المنطقة ديت أنا عايزة أسيب كل دي وأشتغل الخمس أعمدة في آخر الغرزة هنا، في آخر الغرزة، يبقى هبتدي أعمل اتنين سلسلة. واجي على اخر غرزة واعمل فيها خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هاجي للاربعة عمود هخليهم خمسة بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة في نفس المكان، هسيب المنطقة دي كلها وآجي على آخر غرزة هنا أشتغل فيها يبقى أعمل اتنين سلسلة وهكذا هشتغل بالطريقة دي، بصوا بقى الغرزة باينة ازاي دي الناحية دي ناحية الشمال دي جت ناحية اليمين دي جت ناحية الشمال يبقى هي بتعكس عاملة زي الزجزاج كده. والشغل كله بعد كده في الزياده هيبقى في الاربعه هيبقوا خمسه بعد سطرين هيبقوا سته بعد سطرين هيبقوا سبعه وهكذا عشان الجيبه تنزل على واسع ويبقى شكلها زي الشكل الجميل اللي شفتوه في النموذج اللي احنا بنعمل زيه كمل وارجع لكم وده حبايبي شكلها كده بعد ما وصلت للطول اللي المفروض اللي حضرتك عاوزاه سواء طويله فوق الركبه تحت الركبه زي ما يعجبك هتعملي يعني ده هنا زودت عدد الغرز اللي هي اللي كنت عاملاهم أربعة وصلتهم لحداشر 11 حضرتك لو مش عايزاها بالاتساع ده ما بتخليش العدد بتاع الغرز دي اللي هو بيزيد انك تزوديه كل سطرين ممكن تزوديه كل أربع سطور كل ست سطور يعني طول كل ما حضرتك حباها تنزل دغري كل ما ما تزوديش بسرعة لكن أنا عايزة أوري لحضرتك إزاي هي لما بزود كل سطرين بتوصل معايا لكده وده شكلها حبايبي بعد ما خلصت ممكن نزوقها بشوية ورود بألوان تليق على اللون الأصلي بتاع الجيبة لو حابين نعملها للبنوتة ممكن نزوقها لها كده تبقى جميلة جدا وممكن تلبسها على تيشيرت أو على بلوزة نفس اللون ده يعني نحاول نوفق لون الخيط ده مع لون البلوزة اللي هتلبسها عليه اتمنى يا رب تكون عجبتكم واتمنى تنفذوها بشكركم حبايبي على اشتراككم في قناتي وعلى دعمكم ليا وعلى كل كلمه حلوه كومنت حلو بتكتبوه لي ميرسي قوي حبايبي بحبكم كلكم ثانك يو باي باي